تغطية مباشرة، من بعدها نرجع تاني للحوار معانا، ننتقل إلى الجامعة العربية وتغطية زيارة ميشيل عون للجامعة العربية. علينا جميعا وصيانة استقراره في وسط الاضطرابات التي يمر بها المشرق العربي غاية ننشدها ونعمل لها ونسعى إليها، مع إدراكنا الكامل للصعوبات التي يتحملها لبنان من أجل الحفاظ على هذا الاستقرار وتعزيزه، بل وما يتحبله من أعباء إضافية بسبب الحرب الأهلية السورية التي دفعت بالملايين للنزوح من منازلهم، وهو واجب قومي وعروبي يستحق عليه الشعب اللبناني والحكومة اللبنانية كل الإشارة والتقدير والدعم. لقد قمت بزيارة سيادة الرئيس، فخامة الرئيس، إلى لبنان منذ أقل من 3 أسابيع، وفي إطار هذه الزيارة قمت بزيارة أحد المدارس اللبنانية، وتبينت أنهم يعملون صباحاً في تدريس وتعليم أبناء لبنان، وبعد الظهر يستضيفون مئات من الأطفال والأولاد والبنات السوريين والعراقيين لكي يتمموا عملية تعليمهم. ولاحظت هذا الجهد الكبير الذي تتحمله الدولة اللبنانية، وقمت فور عودتي بالكتابة إلى العديد من المؤسسات الدولية والدول المانحة لكي يزيدوا الدعم للدولة اللبنانية التي تستضيف مئات الآلاف إن لم يكن الكثير من الملايين من المهاجرين والنازحين. لكم كل الشكر على ما تقومون به سيادة الرئيس، والكلمة لسيادتكم. سعادة الأمين العام لجامعة الدول العربية معالي الأستاذ أحمد أبو الغيث، أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، إنه لمن دواعي سروري أن ألتقي بكم اليوم تحت راية العروبة الجامعة في مقر جامعة الدول العربية لإلقاء كلمة بناء على دعوة عزيزة من معالي الأمين العام الأستاذ أحمد أبو الغيث. نلتقي اليوم والعالم يعيش ظروفاً مفصلية دقيقة تشبه بمخاطرها ومآسيها ونذير نتائجها الحرب العالمية الثانية وتداعياتها المدمرة التي لم يسلم منها شعب. آنذاك بادر المسؤولون العرب وتداعوا لإنشاء مؤسسة تجمعهم وتدافع عن قضاياهم. كان للبنان دور محوري في ذلك، وفي 22 أذار من العام 1945 تحقق ما أرادوه وتأسست جامعتنا هذه، ووضعوا لها ميثاقا لو تم احترامه لكانت أمتنا العربية قد تجنبت الكثير من الويلات والحروب العباسية. وها هو العالم يعيش مجددا حربا عالمية ثالثة، ولكن مجزأة، محركها إرهاب ما شهدت البشرية مثيلا له ولإجرامه، إرهاب يتلطب الدين وكل دين منه براء ولا يبغي سوى تدمير إرثنا الحضاري وإنسانيتنا من خلال حروب طالت معظم أوطاننا وعاشت فيها خرابا وتدميرا للبشر والحجر، وأصابت شظاياها جامعتنا العربية. أصحاب المعالي والسعادة، الحضور الكريم، لقد نجح الفكر الصهيوني في تحويل الحرب الصهيونية العربية
إلى حرب عربية عربية تقوم على صراع دموي طائفي لا بل مذهبي بين أبناء الوطن الواحد، ما يبرر لإسرائيل تهويد فلسطين وتحويل من تبقى من الفلسطينيين فيها إلى سكان يستأجرون الأرض بدل أن يكون مواطنين يملكونها. هذا وحده دافع كاف لوقف حمام الدم وتغليب لغة العقل وتصويب البوصلة وتوحيد جهودنا للمحافظة على معالم القدس التي تجمع التراثين المسيحي والإسلامي وأهم معالمهما. فهل يمكن أن نتخيل القدس من دون المسجد الأقصى ومن دون كنيسة القيامة؟ إن لبنان اليوم قد استعاد عافيته، جاهز لإداء دوره وبذل مساهمته ضمن العائلة العربية الكبرى لتحقيق هذه التطلعات التي نصبو إليها جميعا، وهو حاضر للإسهام في كل مشروع نهضوي يؤمن فرصة للتغيير والبناء وعلى مبادئ ورؤى ترفع بمجتمعاتنا وشعوبنا إلى رحاب الاستقرار والتقدم. شكرا لإصغائكم. أود أن أعبر بالنيابة عن الجميع عن أسمى آيات التقدير والشكر لفخامة الرئيس ولهذه الكلمة التي ورغم قصرها إلا أنها تعكس الكثير من الرؤية الثاقبة والتحليل الطيب لحقيقة الوضع العربي الذي نشهده حاليا. أتمنى لسيادة الرئيس زيارة موفقة للجامعة العربية ولمدينة القاهرة، وسوف أصحبه الآن إلى جولة قصيرة في المبنى ومنه إلى توديع. أعلن انتهاء هذا الحفل بعد إذنكم. ده كان جانب من استقبال الرئيس اللبناني ميشيل عون أثناء زيارته للقاهرة في الجامعة العربية. ونرجع تاني لحوارنا في هذا الصباح.